السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرجع في الرياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 53 من الكتاب المدرسي. التمارين كما كتشوفوا قدامكم خاصة يعني بتقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الثالثة. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. Je pose et je fluctue. غنوضع وأنجز. إذا 9325 ناقص 4576. ركزوا على التلاميذ وركزوا على الأبناء ديالكم أنهم يديروا الوضع الصحيح. إحنا كنحرصوا في السادس وما كيكونوا كيخطأوا في الوضع الصحيح وبالتالي كتكون نتيجة كاملة خطأ. يعني دربوا من الصغر أنه يوضع لي الوضع الصحيح. يعني الوحدة تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات. نحدوا في الأعداد الصحيحة الطبيعية باش فاش يوصل الأعداد العشرية يكون ضابط، يعرف أنه يوضع الفاصلة تحت الفاصلة وكذلك. إذا غادي نوصلوا لهنا، خمسة ناقص ستة لا يمكن، إذا أستلفوا عشرة من هنا، أتبقى لي واحد، إذا هنا ولات عندي 15 ناقص تسعود، واحد ناقص سبعة لا يمكن، إذا أستلف من هنا واحد المئة، صرفوها نحولوها لعشرة، ستعطيني هنا عشرة زائد واحد لواحد 11، 11 ناقص سبعة، ستعطيني أربعة، اثنان ناقص خمسة لا يمكن، إذا أستلف من هنا واحد أو العشرة، غادي تعطيني هنايا 12، 12 ناقص خمسة تساوي سبعة، 8 ناقص أربعة تساوي أربعة، إذا هنا 4749، 4749. بالنسبة لهنا 9025 ناقص 897 نفس الشيء، خمسة ناقص سبعة لا يمكن، كنستلفو من هنايا واحد العشرة ونحولها لواحدة الواحد وغتعطينا عشرة، عشرة الوحدات، إذا 15 ناقص سبعة تساوي ثمانية، 11 ناقص تسعة تساوي اثنان، تسعة ناقص ثمانية واحد، ثمانية ناقص لا شيء تساوي ثمانية، إذا 8128. تمرين رقم اثنان، يأخذ أخي يوميا 15 درهم من أبي و 12 درهما من أمي. في كل نهار الأخ ديال هاد يعني التمرين حطت لنا أن الأب ديالو كيعطيه 15 درهم والأم ديالو كتعطيه 12 درهم. مطلوب مني أن أحسب المبلغ الذي يأخذه أخي خلال أسبوع. بغينا نعرفو شحال كياخذ هاد الدري في السيمانة. إذا أولا خصنا نعرفو شحال كياخذ في النهار. المبلغ الذي يأخذه في اليوم شنو هو؟ هو المبلغ اللي عطاه الأب زائد المبلغ اللي كتعطيه الأم، يعني 15 زائد 12 تعطيني 27 درهم، يعني هذا الإبن كياخذ 27 درهم في النهار. المبلغ الذي يأخذه الأخ خلال أسبوع هي 27 في 7، حيت عدد أيام الأسبوع 7، 27 في 7، 7 في 7 49، أكتبوا 9 واحتفظوا بالأربعة، 7 في 2 14 والربعة 18، 189 درهم. تمرين رقم 3، قام رشيد بإنجاز العمليتين التاليتين، أكتشف الخطأ وأصححه. نشوفوا هذه العمليات اللي قدامنا. اولا واضح من الاول بان هذه العمليه فيها مشكل ديال الوضع، لم يضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، وبالتالي النتيجه غتكون عنده خطا. نعاودوها هنا، 7 ناقص 8 لا يمكن، ناخذ نتلف واحد العشره من العشرات وبالتالي تولي عندنا 10، 17 ناقص 8 تسعود، تبقى لنا 5 ناقص 3 هي 2، 5 ناقص 9 لا يمكن، اذا غنتلفوا من هنا وحده ونحولوها غتولي عندنا 15 ناقص 10 ناقص 9 6 و7 ناقص لا شيء 7، اذا هنا هذا الفرق يساوي 7629. بالنسبه للعمليه الثانيه 1 ناقص 9 عطاتنا 1 لا يمكن، خصنا نتلفوا وبالتالي هذا الشيء خطا. إذا واحد ناقص سعود لا يمكن، غادي ناخد واحد العشرة ما عنديش، إذا مناش غادي ناخدها من المئات، ناخد واحد المئة ونحولوها العشرة تعطيني عشرة ديال العشرات، إذا وهاد العشرة ناخدو منها واحد غتولي عندنا تسعة هنا وهنا 11، 11 ناقص سعود جوج، سعود ناقص ثلاثة ستة، هنا بقات لي جوج، جوج ناقص سبعة ما يمكنش، هنا غادي نتسلف واحد العشرة غتولي عندي 12 ناقص سبعة خمسة، وربعة ناقص لا شيء أربعة، تساوي 4562. تمرين رقم 4، أراد الحاج المدني بناء جدار حول هذا البستان. انتبهوا هذا البستان عندنا بستان يعني مستطيل الشكل، عنده الطول ديالو 80 متر والعرض ديالو 60 متر، هو بغى يدير واحد السياج يحيط به. احسب طول الجدار، عفوا بغى يدير واحد الجدار واحد، يعني بغينا نحسبوا طول الجدار غادي نديرو 80 زائد 60 مضروبه في جوج، 80 زائد 60
ستين مئة وأربعين في جوج ميتين وثمانين. إذا الإجابة الصحيحة هي جيم. هذا كل ما يخص صفحة 53. كنتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. ما تنسوش تدعموا القناة عفاكم بلي جيم ولي كومنتار، وكذلك الناس اللي كتشوفوا القناة لأول مرة ما تردش في المشاركة وتفعيل جرس للتوصل بجميع الدروس.